لا، هي ماهيش لازم تكون شعبويه. دوك ناخذوا الكات تاع سول كينغ. سول كينغ ماهو شعبوي، بصح كي جا للجزائر هنا دار السبيكتاك تاعو، كل الناس راحت شافته، كل الناس تحبوه. مي لازم واحد يكون بسيط، باسكو سول كينغ دخلنا على سول كينغ اللي نحييوه. سول كينغ كان شعباوي، سي ان جون اللي كان عنده جماعته ويشتي الطبقه هذه، وهذا هو لازم تكون شعبي في اي ميدان. الشعبيه اللي يحبوه بزاف، الشعبيه اللي يحبوه يلقط الشعب تاع الحوم تاع هكذا. مي باش تلعبها في الجزائر هنا تلعبها ستار زعما، ماشي تاعنا. لا لا، هذيك في هوليوود بالك ولا بوليوود. تعالى زعما واش يخص المشاهير تاعنا؟ ما عندناش احنا دوك بصراحه. احنا نادي الفنان، وين تشوف صحابك وتشوف فما اللي نتلايموا احنا الفنانين الصحفيين لي سيناريست كذا، وين نقدروا نقصروا مع بعضنا بعض باش نستفادوا مع بعضنا بعض، وثم نكونوا اعمال كبيره. ما عندناش دوك احنا، انا وياك دوك نقول لك رياض نتلاقى وحشيا، نروحوا كالصالون دوتي راح يخلونا نقصروا؟ ما يخلوناش. يجي واحد يتصور، واحد يحكي معك، واحد كذا، تسمى مكان اموان. دوك نعرضوا لداري ديريكت، ولا يعرضني لداره ديريكت، اللي رانا مستورين ونقدروا نقصروا. بصح احنا لازم لنا نادي الفنان، هذه اوبليغاتوار. هذاك اللي نقعدوا نضحكوا مع بعضنا بعض، هذيك اللي تخلينا نزيدوا نربيو الفن تاعنا ويطلع في الجزائر. وتولد افكار جديده. فوالا، هذه هي. بصح كيما عندك دي زوندرو ما كاش وين نتلاقى، وما في هذيك ما كان والو. الور كل واحد كيف انني بالك ما تشوفي صحابي عندي، نقعد باش 3 شهور 4 شهور ما نشوفهمش، حتى كاش ما تلاقينا كاش اعمال باش نتلايموا نقصروا. هذا هو لازم لنا حنايا، هنايا نادي الفنان ان شاء الله.